وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية إلى وقف استيفاء أي رسوم على التحويلات المحلية الإلكترونية وأكد بنك الكويت المركزي على أن فرض مثل هذه الرسوم يتطلب الحصول على موافقات جديدة في إطار علاقات متوازنة بين البنوك وعملائها وبما يدعم التوجيهات نحو, نحو أو نحو التحول الرقمي وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية